هذا هو اليوم المنتظر. سيفراد وتشيباس صار جاهز. يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوريكي. بداية الفيديو أكيد لا تنسون أهلنا وأحبابنا ودعاكم الصالح، عسى الله ثبتكم ويصير ربعكم يرحم شهداءكم اللهم آمين. أقل شيء تقدر تسوي إنك تدعي لهم، لا تبخل عليهم دعاءك صالح ولا تبخل عليهم الدعم. اشترك، فعل جرس التنبيهات، تفاعل مع هذه الفيديوهات، خلها توصل حق أكبر شريحة، وتأكد تشوف حساب برين أوت وركس راح يكون موجود بالرابط اللي موجود تحت أو بالمنشن اللي موجود تحت، يعتمد أنت وين قاعد تشوف هذا الفيديو. انا الحين راح ادخل جرين اوت ووركس، اوريدي كلموني قالوا احمد ال18 راح يكون جاهز. الحين لازم اكون انا وايد صريح معاكم، انا اوريدي شفته بس انتم اول مره راح تشوفونه. كل اقول لكم اياه ذكر والله. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الرحمن، لا اله الا الله. واضح واضح التغيير من اول نظره يا جماعه الخير، شنو كان وشنو صار. خلنا نبلش حبه حبه واقول لكم كل الاشياء اللي احنا غيرناها، مع ان الفيديوهات اللي طافت كانت قاعد تسوي ليد حق هذا الشيء. اولا الدعاميه خليناها ستوك تكون مثل ما هي، تذكرون لما قلت لكم انه هو الموضوع راح يكون تشالنج حقهم، بس هم قدروا انه يخلون الدعاميه مثل ما هي ستوك نازله لي قدام. انا كانت عجبتني وايد فخليناها مثل ما هي، لكن واكبنا التاير 37 انش لكبير بدون لا نحاتي انه هو يحك الروبنج زيرو بدون لا تحاتي، لا من الامام ولا من الخلف. فهذا الموضوع قدرنا احنا نحله مع السبيسرز اللي ركبناهم، خلينا التاير يطلع له برا عشان يواكب. مثل ما انتم شايفين البادي بانل اللي طلع له برا 4 انش من هالصوب، واكيد 4 انش من الصوب الثاني. علشان كذي استدعى الموضوع ان احنا شو نسوي، نحط الامبر لايتس اللي تشوفونهم هني. هذين راح يشتغلون مو مع الرننج دي لايتس، هذين راح يشتغلون مع الليتات لما انت تيجي تشغلهم تلقائي راح يبين ويعطي انديكيتر يبين حق الشخص اللي وراك ترى هذا الوانيت عريض، ترى هذا الوانيت عريض. الشيء اللي انت يمكن ما كنتوا ماخذينه بعين الاعتبار هو الاستيكر اللي ركبناه هنا، هذا يعطيه الدول تون لوك مال الكلاسيك ريترو اللي موجود بالسبعينات والثمانينات وحتى الستينات، واحنا حبينا ان نخليه انه يكون دول من ناحيه الخط غير العريض ويمشي لورا علشان يعطيك اللوك مال الشيفرلي انه يكون موجود من الخلف اتش داوت. شلنا سيلفرادو، شلنا ال تي، شلنا تريباس، حتى الباداس اديشن هونت ما ابي اركبها لان كنت ابي اخلي شكله يتم انه هو يكون كلين تماما مثل ما انتم قاعد تشوفون هني. وهذا البادي بانل هم بعد كان موجود من الخلف من ناحيه شلون انه هو طالع عشان يزيد لك ال 4 انش، ورفعت ال 18 مع الليفلنج كيت اللي راح يكون موجود من الامام عشان تقدر تشوف انه هو يصير ليفل من الامام واكيد من الخلف. الحين كرفعه كامله طبعا في ليفت، فسالفه ان انت يكون عندك دواسه تطلع بشكل تلقائي تحافظ على رفعة الوانيت، بس بنفس الوقت ما تحاتي حق الناس اللي تحتاج دواسة عشان تركب انه يكون موجود. لان من انت تسكر الباب هذه الدواسة راح ترجع مكانها ولا كأن هي موجودة، فهيبة الوانيت ما تروح. شيء ثاني هم بعد احنا ركبناه هو اكيد البورلا اكزاست سيستم، هذا راح يكون الكات اوت اس على الثمانية ستندر مالته. ها جاهز حبيبي؟ اسمع يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يعني راح اجم لكم يا وايد، لا تحاتون وايد راح يغنمكم اياه. الحين المين ايفنت اكيد راح يكون البولد تكنولوجي، مثل ما انتم شايفين هذا راح يكون الشوكس اللي ركبناهم، في لهم ريزرفوار خاص فيهم فتقدر انت تعيرهم حق اذا تبيهم يكونون مثلا يابسين حق الشارع او حق البر، وراح تقدر انك انت تجيبه عندهم اي وقت تبي، راح يقدرون يعيروا لك اياه بشكل وايد وايد سهل. بول تكنولوجي خاص فيهم جرين اوتو وركس، فلا تحاتي من ناحيه الكفاله ولا تحاتي من ناحيه الجوده، الريزرفوار كاهو موجود مثل ما انتم شايفين فما لازم تحاتي نهائيا. ومن ناحيه الرنجات والتواير سوينا ابجريد ل 37 انش مع رنج 17 12.5 العرض، مثل ما انتم شايفين ممكن تحس انه هو اسخف لكن التشنك الروبر راح يكون وايد اكثر، وبنفس الوقت صغرنا الرنج ل 17 من بدايه 18 اللي كان موجود، وحطينا اكيد ميثود ويل ريسنج ماركة غنية عن التعريف، الكولكشن كامل راح يكون موجود عندهم هني. هذه الشركة معروفة بالبيد لوكس اللي يعطونك اياها حق الناس اللي تطلع اوف رود، عادة لما تنسم التاير هني راح يقدر يحافظ لك على التريد مال التاير مدة اطول، لانه راح تقدر تشوف انه شلون هو يركب من ناحية الشفرة مع التاير نفسه، التلامس ما بين الرنج ويا التاير يحافظ لك على التريد مال التاير مدة اطول. ونرجع مرة ثانية كالحين من قدام عشان تشوفون خشيته بعد مرة. على فكرة كشغلكم يا بعد مرة، هذول هم الامبر لايتس اللي قاعد اقول لكم عنهم البرتغاليين، مع
وحبيت ان انا ارجع شكلك كلاسيك، وحطيت الجول بوتاي مال تشيفروليه ان هي تكون موجوده من الامام. الموضوع خذ مده طويله وخذ فريق جبار عشان يقدر يخلص لنا سياره بهذا الشكل، ويعني جزاهم الله خير على سعه بالهم وطوله بالهم، لان كان عندنا فكره بعدين انا هونت بعدين سويت فكره ثانيه، وهم جزاهم الله خير. اي شيء كنت اقول لهم اقول حاضر احمد حاضر احمد، فصدقني الناس راح يكونون وايد مهتمين انهم يرضونك. فاذا في حاله انت جيت هني كان بالك شيء تبي افكار من عندهم، هم بعد راح يساعدونك، وشغلات اللي راح يقدرون يوفرون لك اياها من طاطا السلام عليكم، راح تدخل الستيشن مالك، وانيت مالك، الجيب مالك، وات ايفر تنزل موجود عندك شيء، وراح يطلع شيء ثاني تماما. مشكورين جرين اوت ووركس، مشكورين هم بعد اوكست حق الاستيكرات والديكار اللي سويتوهم، حساباتهم اكيد راح تكون موجوده تحت. واتوقع بس سامحوني على طالب صور سامحكم تشوفونها، احمد اوريكي فما الله كريم.